احنا بالنسبة لنا لما يكون اقل اشعار وما كانش موجود داخل المسلسل يكون شيء جميل للمشاهد ولنا احسن. خلينا نتمتع. مرحبا واضح، عامر بهلول منتج ومخرج تلفزيوني سينمائي. اصلا انا صحفي، ومن بعد اتجهت الى كل ما هو انتاج تلفزيوني فني مثل الحان وشباب وكثير من المسلسلات، الجحاب، بيناتنا، وهيبه، مفترق الطرق، ليام، الجريح، اما ان اما دو اما تروا، كذلك المعلوليه. تاي وحده تحبكش. هي تجربه قصيره يعني ما عندهاش بزاف، يعني هي قضية خدمة تاع 6 مواسات. كنت العام الماضي ما اشتغلتش، ما عملتش، بعد ما كملت يما 3 قلت واحد لازم يقعد ويفكر ويبحث على سيناريو ويبحث على طريقة جديدة في دراما كلاسيكية. دي الأولى والأخرى اللي تشوفني فيها. عزيزة عزيزة، دائما نحب الاختيار تاعي يكون مسلسل جزائري، يعني 100% الأفكار تاعه قريبة للمجتمع الجزائري، للعائلة الجزائرية، يعني تيجي تشوفوا العائلة كلها. أبي يقتلون بديها كبيرة ومازال تحرق. لا مش مدكر عليها. يعني نومي ديال الزول فنانة، تعامل مع الكاميرا بشكل جيد وعندها روح خفيفة. نجاح نومي ديال الدور تاعها أولا راجع عليها هي، العمل تاعها، لأنها عملت وعملت بجد وعطات كل شيء باش تخرج الدور تاعها. وبعدين عمل درامي وعمل جماعي، ما ينجمش ينجح واحد وحده، اكيد يكون فيه مساعدة على الممثلين، وقلت له كلهم ساعدوا بعضهم، والمخرج كانت عنده اللمسه تاعو. سيناريو جميل، نظن هذه الاشياء اللي خلت نوميديا تنجح وهما ينجحوا والعمل ينجح. المشاهد هو اللي تكون عنده نظره وهو اللي تكون عنده حكم، ودائما ان شاء الله نكون في حسن ظن المشاهد، وكذلك نحيي المشاهدين تاع واضح ونشكركم على هذه الاستضافه. عساني يعطيك الصحه ويا مصي، تحفه هذه، تحفه.